24. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي، سيدي الوالي، السادة المدراء التنفيذيون، والسادة رؤساء الدوائر، السادة النواب الوطنيين بغرفتين، زملاء المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي وإخواني رؤساء البلديات، ممثلي الأسرة الإعلامية، حضور الشريف، سلام الله عليكم الزلف اللون. تنعقد هذه الدورة متأخرة لأسباب تعرفونها جميعا، وهي الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 7 سبتمبر 2024. وبهذه المناسبة نحن كمجموعة حزب جبهة التحرير الوطني نشكر جميع المواطنات والمواطنين الذين شاركوا والتحقوا بصناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر 2024، ولقد عبروا عن اختيارهم بكل حرية وشفافية بنسبة مشاركة تفوق 18% بولايتنا التي أعطت التفوق للمترشح الحر عبد المجيد تبون. إنه الرئيس الذي صوت عليه أغلبية المشاركين في هذه الانتخابات، إنه الرئيس الذي سانده حزبنا حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أننا كنا في الميدان. إن التجذر حزب جبهة التحرير الوطني في أوساط المواطنين ومناضلين المخلصين المتواجدين في كل شبر هذه الأرض الطيبة ولاية تيزي وزو. ولعل الحضور القوي والكثيف لإطارات الحزب الذين خلقوا ديناميكية وحيوية أثناء الانتخابات الحملة الانتخابية لدليل قاطع أن جبهة التحرير الوطني تسترجع عافيتها في الولاية، وهي العمود الفقري للتوازنات السياسية في المنطقة. إننا ككتلة حزب جبهة التحرير الوطني نعلق أملا كبيرا قصة تجسيد تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون أثناء زيارته التاريخية للولاية. إنه تعهد لاستدراك التأخر لما يجب إنجازه لتتكامل التنمية من جميع الجوانب في ولايتنا. لذا ندعو الإدارة المركزية على رأسها السيد الوالي أن يكون في مستوى التزامات رئيس الجمهورية، ولعل شهادة رئيس المجلس الشعبي الوطني الولائي على هذه الالتزامات لعربون صريح على استكمال التنمية الحقيقية في ولايتنا. وعلى هذا الأساس نحن ككتلة حزب جبهة التحرير الوطني نعلق أملا كبيرا على خريطة طريق مدروسة وحكيمة من أجل تجسيد مختلف المشاريع باحترام كامل دفتر الشروط، بعيدا عن كل العراقيل البيروقراطية. وإننا سنكون السند القوي لهذه الخريطة والمصابيح التي تنير الطريق لمختلف المديريات. ومن هذا المنبر نبارك باللجنة الوطنية التي نصبها السيد رئيس الجمهورية قصد إعادة النظر في قانونية البلدية والولاية، حتى يتمكن المنتخب على أداء مهامه على حسن ما يرام، والجزائر تكون منتصرة بفضل عزيمة الوطنيين المخلصين. وفي نفس السياق نحن كتلة حزب التحرير الوطني ننتظر بفارغ الصبر انعقاد مجلس الوزراء على مستوى ولايتنا في أقرب الآجال قصة تجسيد التزامات سيد رئيس الجمهورية والانطلاق الفعلي لمختلف المشاريع التنموية لولايتنا. شكرا على حسن الإصغاء. تحيا الجزائر واحدة وموحدة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. فنمر ثنوان.